Thank you. And good night. باظت. انا اسمي محمد جمال. جيمي. بس مش ناس كتير عارفه اسمي الحقيقي يعني. ما تقولش لحد بره الستيج. انا مش بهزر. انا المفروض كنت عايز اعمل سيريس يعني توك يعني، بس ما نفعش عشان ما فيش حد بياخدني سيريسلي خالص، عشان بهزر على طول حياتي زي ما شفتوا. اني هو الثيم بتاع تيدكس المره دي السنه دي، هو بيتعمل كل سنه كان يعني innovation. But what is innovation? Innovation is imagination and creativity. فانا عايز احكي لكم عن نفسي يعني في موضوع الايماجينيشن، يعني عشان انا بني ادم مسايكي وبحب افكر في حاجات متخلفه. بس الناس كتير بتقول لي انت ليه يا ابني دارك وسيك كده وبتفكر في الحاجات دي؟ بس هو الايماجينيشن عمره ما هيأذي حد. انت كل ما هتتخيل حاجه مش بتأذي اي حد. انا مثلا بيبي مثلا بسين وحذفته عادي يعني. عادي حذفته في ايه يعني؟ why not imagine it. وعادي وهيعيط وهيغرق. هو مش هيتعلم يعني، حتى لو يعني هو حتى لو عايز يعوم مش هتشيله براها، هيقعد وعادي بكل بساطه سايبه تاني عادي يعني الموضوع. فهو الناس كتيره اللي هو ابعدوا عن جيمي ده. بس هو ليه يعني؟ انت ممكن تفكر في اي حاجه. انا يعني هقول لكم شويه حاجات انا بحب افكر فيها يعني. في مثلا ايه، عارفين البياعين اللي في الشارع اللي هو الحاجات القديمه الثلاجه القديمه ركنه؟ انا متاكد ان في فتره زمنيه، حقبه زمنيه، معرفش يعني حقبه، بس هي حقبه زمنيه في فتره في حياتنا يعني، كان كل البياعين صوتهم حلو جدا. كانوا كلهم بقى الحاجات القديمه الثلاجه القديمه ريك يا ماما حقت القديمة. وعادي كانت الحياة حلوة. أيوة ممكن 2 كيلو طبعا. Speaking of music يعني، عارفين في حاجة نفسي أنا دي فعلا يعني مش imagination أو يعني، بقى دي فعلا نفسي تحصل. ولو حصل أنا هزعق في نفسي كتير أوي. عارفين اللعب دي؟ أسوأ فترة في حياتنا كلنا. أذكر أصحابي كلهم بنات وأنا صغير، مش عشان أنا بلاير ولا أي حاجة، كنت كيوتي باي أوي، الولاد ما بيحبوش يلعبوا معايا. أروح ملعب يعني ملعب الكورة مثلا، ممكن ألعب معاكم 140 ولد بيلعب في الماتش. لا يا ابني مفيش مكان. اللي هو إيه؟ المهم فاكرين أظن البنات بس هم اللي هيفتكروا الموضوع، فاكرين بابا بيبي شوكولاتة فونيكا سمسم سمسم. نفسي ومنى عيني جرين داي يعملوا لهم اغنيه مثلا. عارفين جرين داي؟ 21 جونز. Do you know؟ بابا بيبي شوكولاته فريكا سمسم هولي هولي سمسم سوك لابا بي هولي هولي سمسم هولي هولي سمسم سمسم سوك. The tropic and the tropic. فاكرين أومينا أومينا دوم على سي فور؟ انت ازاي فاكر الحاجات دي؟ انت مش راجل يا ابني. اضحكوا هموتوا كلكم. عارفين سيستم اوف داون؟ عارفين سيستم اللي ما يعرفش سيستم اوف داون؟ هما شويه ماتل شويه يعني. أومينا دوم تبقى ازاي مثلا؟ أمينة أمينة دور الله سيبور الله سيبور واسكت تسي نوي يسي نوي واسكت تسي نوي يسي نوي أنا ياسمينة أصورة جميلة وأنا سندباد جاي من بغداد وأنا علي بابا رئيس العصابة وأنا نعمة عبد ربي سمع وأنا أوتوبيس بضرب السوسيس وانا على يدي مطعم السكين. في كمان
فاكرين دي ويش بس البنات اللي هيفتكروها. مع عمي وشغل فاهم. فاكرين بس دي مش كده بقى، دي بقى مش عارف كنا بنعملها بالبق ما ملاش اي لازمه اصلا يعني. اللي هي انا سينيوريتا ريتا ريتا لابسها بورنيتا نيتا نيتا لون حاري مودي. ايه مين اذاكي وانت صغيره؟ وطبعا لازم العب معاهم كولد بلاي اللي غنوها ذا ساينتست. انا سينيوريتا لابسها بورنيتا لونها رمادي، رحت للعادي قال لي مش فاضي، رحت له تاني فشد لي وداني، رحت للفيل ابو دمتي اصلا يعني هو في منديل وجواه عريس طالع دبابيس ان كان فانا بحب افكر في الحاجات المختلفه دي كتير انكلودنج البيبي اللي في البسين كتير قوي مش عارف ايه. بس هي يعني تعالى نبقى سيري شويه. الايماجينيشن مش وحش، الايماجين والله العظيم ما وحش. انت ممكن تتخيل اي حاجه، انت ممكن تتخيل، انت ممكن تدمر مخك. يعني مش بقول لكم يعني دونت ثينك اوتسايد ذا بوكس. ليه يبقى في بوكس اصلا؟ شيلوا البوكس، عايزكم كلكم كده تشيلوا بوكس تدمروه. مفيش بوكس، انتوا يعني البوكس مش موجود. في سقف كانت حلوه قوي، لو كنت كملت كنت هتبسط قوي. فمفيش دارك سايد اوف ايماجينيشن، بس هو في دارك سايد اوف كرياتيفيتي. دي اكتر حاجه بكرهها يعني. ابسط مثال ان احنا في حاجات احنا بنكريتد يعني ده من زمان قوي يعني. في حاجات احنا بنكريتد وتعودنا عليها لدرجه ان هي ما بقتش حاجه كريشن اصلا، حاجه احنا تحولنا حاجه زي موضوع ان احنا مسكنا الكره الارضيه قدامنا، بس من هنا عايزين نقسمها ماي ارض ماشي، بس كده جنرال قوي. طب انا اعمل ايه؟ ممكن نعمل قرارات ماشي اقسم ماشي بلا بلا بلا. طب انا اعمل كمان ممكن نقسمها بلاد بقى وستيت بقى ومش عارف ايه ماشي. طب عايزين كمان عشان نعرف احنا فين. طب انا محافظات بقى وشوارع وبيوت بقى وكده. طيب ماشي، هو كل ده عشان احنا يعني اما اكلم حد اقول له انا في شارع كذا انا في بلد كذا عشان نعرف مكاننا فين، عشان ما ينفعش اقول له على الارض. ايوه طب عدي عليك بوست على الارض اتسرر بقى. ممكن يبقى اصلا في النورث بول وهو هنا القصد يعني ان هم احنا وصلنا للبوينت ان احنا قسمنا العالم كله. دي حاجه مفيده لينا ان نعرف مكاننا فين في العالم. بس ابتدينا نحط ليدرز ودي ماشي حاجه عشان هتدير رئيسنا. بعد كده الليدر هتقول البلد بتاعتي، بعد كده الشعب بيقول لا دي برضه بتاعتي. بعد كده بقى في ديسكريمينيشن، بقى في ايه ده عصمه ايه ده ابيض ايه ده مصري ايه ده بلا بلا بلا. فبقى في كميه ديسكريمينيشن رهيبه من حاجه احنا اخترعناها ان احنا بنفرق بين الناس. انا مثلا نقول لا يا عم برضو دول وحشين يا عم دول ما بيفهموش كذا، لا يا عم الايز دول تيرورست مش عارف ايه بلا بلا بلا. واللي هو طب ليه يعني احنا ليه اصلا ليه اول واحد كرييتد الموضوع اللي مش اي لازمه ده؟ يعني كل واحد بيرزامبل نفسه، كل واحد بيرزامبل هيز اون، يعني هو كل واحد از ريس عشان مش حد شبه التاني. انت شبه يعني واحده مثلا واحد ابيض واحد ابيض مش دول مش هم اللي يمكن كيجيزي باي دي ريس لوحدها. لا كل واحد عشان كل واحد زمزم نفسه، كل واحد يقف قدام ربنا. ايوه انا محمد، انا مش مسلم، انا ايا كان انا مش مسيحي، انا مش اسمر، انا مش ابيض، انا محمد. بس فهو ديسكريمينيشن بوظنا قوي لدرجه زعل. هاي كمان في حاجه نسيتها نرجع تاني.